توصية أو توصيات الحوار الوطني وافق عليها سيادة الرئيس، وكانت يمكن النتيجة بتاعتها الإفراج عن 151 من الأشخاص اللي كانوا محبوسين احتياطيا. شايفة أن مردود القرار ده والإفراج عن 151 من محبوسين احتياطيا فيما يخص ملف بقى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، شايفة اللي قريتيها إزاي؟ الحقيقه هو صدور قرار بالافراج عن عدد 151 من المحبوسين، وبالذات ان هم كانوا من حديث السن، كان قرار رائع. ويعني طبعا كلنا بنثمن القرار ده، وبنتوجه طبعا في الاصل بالتحيه للسيد رئيس الجمهوريه لانه رعايته لفكره الحوار الوطني وحاله الانفتاح والحوار اللي موجوده، هي دي اللي يمكن كانت من مخرجاتها او من ثمارها هو فكره الافراج عن الشباب دول. طبعا هو يمكن سيادته وجه الحكومة ووجه كل مؤسسات الدولة ان هي تاخد مخرجات الحوار الوطني في محل التنفيذ، وده يمكن كان يعني بنقول بارقة امل كبيرة جدا، لان حالة الحوار هي حالة ممتازة. احنا بنتكلم على ترابيزة واحدة بنسمع فيها كل الاصوات، اصوات الحكومة، اصوات المجالس النيابية، اصوات الاحزاب، اصوات النقابات، كل مؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة للناس اللي مرت يمكن بالتجربة بتاعة الحبس الاحتياطي. فكل ده كان ليه هي توصيات، ومن الأمانة الفنية للحوار الوطني تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية اللي بدوره الحقيقة هو وجه الحكومة وكل مؤسسات الدولة إنها تتعاون فيما بينها عشان تحول المخرجات دي لقرارات واقعية. وهو ده يمكن المواطن العادي بيستناه. الناس يعني حالة الحوار هي حالة جميلة جدا، الناس كلها ممتنة ليها متفائلة بيها، ولكن في الآخر القرار هو ده اللي بيفرق في حياة الناس وبيغيره.